رجعنا بعد الفاصل. الفقرة التانية معانا شخصية محترمة الواحد يشرف بيها هنا النهاردة في برنامج الحكاية مع شيماء، مع المخرج الرائع كمال كامل من أسرة الفنان الراحل نجيب الريحاني. شرفت بحضرتك. شرف لي يا فندم. أنا بشكرك وبشكر أسرة القناة على الاستضافة الجميلة ديت، وأتمنى اللي يبقى في عدة حلقات أخرى، وإن شاء الله يبقى في استمرارية جيدة لهذا البرنامج الجميل. شرفتنا النهاردة وشرف ليا طبعا حضرتك معانا النهاردة. شرف لي يا أسرة، تحت أمرك. اديني نبذة عن أعمال حضرتك. الحمد لله. تم الأول عشان الأعمال كان لازم يبقى ليها محطة من خلالها يصدر منها هذا الأعمال اللي أنا قدمتها، وهي أكاديمية الريحاني. هي تحت رعاية جمعية قلب مصر لرعاية الأطفال، وأنا هنا بهتم في الأكاديمية بأن أنا بحافظ على التراث المصري، وبذكر الناس اللي هم سابوا فينا أثر طيب وعلمونا الفن الجيد، هم العصر الذهبي أو نجوم العصر الذهبي. فأنا عملت دمج في أعمالي شغل مونتاج جرافيك على أساس إن أنا أبرز هذا الفن الجميل وأعرف الشباب بالنجوم العهد القديم. أيضا من أبرز الأعمال اللي عملتها فيلم صرخة أم، هو بيتكلم فيه عن العلاقة الأسرية ما بين الابن والأم، بالإضافة لفيلم القدر بتكلم فيه عن مشكلة أطفال الشوارع، وناقشت مشكلة السوشيال ميديا وهي الخيانة الزوجية عن طريق الفيسبوك والإنستجرام والمحطات دي كلها. ده موضوع مهم فعلا. طبعا بالإضافة لكده عملت فيلم صدام حسين، وده كان شيء يشرفني لأن الراجل الزعيم العظيم دوت للأسف محدش بعد ما الله يرحمه استشهد محدش ذكره، فكان واجب عليا ان انا اعطي نبذه طيبه عن هذا العملاق العظيم اللي احنا افتقدناه، هو زعيم الامه العربيه الله يرحمه. الله يرحمه. تحت امرك. المشاكل بقى والصعوبات اللي واجهت حضرتك بقى في الاخراج. بصي سعادتك، احنا عندنا مشكله لازم نكون صراحه، ان اللي بيقدم فن نظيف في الوقت الحالي لازم يقابله معوقات ياما كتير، لكن الإنسان عايش بالأمل، فكنت لازم إن أنا يبقى عندي إيمان قوي عشان أقدر أتغلب على المشكلة ديت. ودوت النقطة ديت اللي أنا كنت لازم عشان أتخطاها لازم يبقى عندي ثقة في نفسي مدعومة بالإيمان، في ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا زي أي شاب طبعا بتقابله مشاكل، وخصوصا انا مش بقدم فن هابط، لا ده انا بقدم فن محترم يتشرف بيه انه يخش الاسره المصريه والعربيه والعالم كله. فكنت لازم اتعب شويه عشان خاطر اجد ثمره طيبه والناس كلها تعرفني، الحمد لله. كلمنا بقى عن الفنان نجيب الريحاني بقى الله يرحمه واعماله واكاديميه الريحاني. الفنان نجيب الريحاني الله يرحمه واتعاملت معاه قبل كده؟ من اسره لا طبعا، انا مواليد 73، هو مات في الخمسينات فطبعا ما حضرتوش، والبنته الوحيده هي مدام جينا بنته الوحيده وعايشه في الاسكندريه. انا من اسره العيله تمام؟ نعم. فالله يرحمه انا طول عمري عايش على الفن، بتفرج على الافلام الكلاسيكيات العهد القديم، وطبعا فالراجل ده ساب فيا اثر طيب ان العمل الجيد هو اللي بيطفو، هو اللي بيظهر في النهايه. كان نفسك تمثل معايا طبعا. لا عشان امثل معاك لازم بقى ارجع بقى آلة الزمن بقى لورا بقى الله يرحمه، الله هو يرحمه كانت اعماله كويسه. لكن انا بحاول ان انا يعني اكون امتداد ليه، امشي على نفس الخط واشوف الشباب اللي محتاجين ان هم يظهروا على الساحه، وان انا اخد بايديهم وما يشوفوش نفس اللي انا اتعرضت له. بس احنا مشكلتنا مشكله كبيره، شبابنا شباب واعي وشباب ذكي وشباب طموح، ولكن اختياره في انه مين اللي يقف جنبه دي بيفكر فيها غلط، او بعايز يستسهل الطريق ويوصل ب يعني كده في سرعه الصاروخ يبقى نجم كبير. لازم الشاب يعرف ان انت عشان تبقى نجم كبير او تبقى مثلا طبيب عظيم او فيلسوف او زي الدكتور مجدي يعقوب، اي حد من الناس العباقره زي الدكتور احمد زويل الله يرحمه، لازم تتعب وتجتهد، ما تاخدش الفرصه وانت قاعد في البيت. او النهارده مثلا يقول لك لا انا لسه هنزل اسكندريه عشان اروح اتعلم عند الاستاذ كمال كامل نسيم،
لا في ناس بتيجي الأكاديمية وبتيجي تدرس وبتوصل معايا نتيجة طيبة، لكن في شباب كتير تقول لك لا أنا لسه هروح، فبيروح هنا الأماكن الطيبة أو أماكن كويسة، وفي الآخر بتكون النتيجة صعبة، لأن للأسف اللي شغالين في المجال النهاردة عايزين يعني يطلعوا مصاريفهم، تمام. فبيطلعها مصاريفهم من مين؟ من الشاب الغلبان اللي هو نفسه يسعى ويبقى نجم، بس هو عشان يسعى وتبقى نجم، طب ايه المشكله ان انت تخش مثلا معهد العالم الموسيقى العربيه او معهد التمثيل، يعني هتخسر ايه؟ او تدور على اكاديميه محترمه لشخصيه هتحطك على اول الطريق، ما تسيبش نفسك في مهاب الريح وتندم على المصاريف اللي انت بتدفعها في مكان ملوش اي ثلاثه لازمه. فعلا. ايه رأي حضرتك في الاغاني المهرجانات في الوقت الحالي اللي اكتسحت السوق؟ بصي سعادتك، انا حتى اعمالي من كليبات قدمت اكتر من 100 كليب لكبار النجوم في الوطن العربي، وشجعت ياما من الشباب الجديد وعملت ما لهم شاء الله كليب حاجات كبيرة وحلوة فعلا الحمد وليها لله. قصة. الحمد لله. المشكلة بتاعتنا النهاردة، احنا من سنة 2011 لغاية النهاردة للأسف الوضع الرديء بتوع الربابيكيا والساكسونيا اللي طلعوا المهرجانات والتكاتك هم اللي بوظهم المود العام، وده يرجع لأسباب ياما كتير. عندك حضرتك تعليم بيضعف زي ومستوى ثقافة بيضعف ومفيش ثقافة، فالنهاردة ترتب عليه المستوى الجميل اللي احنا بنسمعه من شغل المهرجانات. فانا طبعا بعيد كل البعد عن السيكولوجيه او السيستم اللي هو ماشي حاليا، وخلقت نفسي كده مع نفسي يعني عالم من عالم الكلاسيكيات والفن المحترم. طب وده سبب الجمهور بقى ولا سببه ايه؟ الذوق العام هبط لان مفيش عندنا بقى فيه ثقافه، وبقينا عايشين في عصر السرعه، وما فيش حد ولا حتى تعليم. فالنهارده لما تيجي النهارده شاب النهارده حتى الاغاني اللي كنا بنقول عليها اغاني شبابيه ما عندوش حتى تذوق ليه، ما بيفتحهاش. اغلب الاوقات بيفتح شغل المهرجانات، طب هو فاهم ايه او استوعب ايه؟ فانا هنا مش بلوم المجتمع وبس، لا بلوم المسؤولين، بلوم المسؤولين لان هم اللي تسببوا في هذا التاخر. احنا كان في عندنا حفلات ليالي التلفزيون ليالي اضواء المدينه، كانت تقريبا يعني احنا هوليود الشرق، فين راحت الحفلات ديت وفين كنا زمان الحاجات بقى دي؟ بنقعد عليها، كانت حاجة جميلة قوي فالنهارده يعني. فين؟ النهارده مشاكل ياما كتير بتحصل في للأسف ما فيش حاجة زي كده موجودة. بالظبط. بالظبط كده. لكن احنا يعني بنتمنى من ربنا يعني ان الذوق العام يرجع تاني، وان الدولة تهتم بصناعة النجم ما فيش زي ما احنا بقى متعودين. معالجة الحن 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 اللي في الوقت الحالي لأغاني المهرجانات، إن هم مثلا ينقوا مثلا كلمات كويسة في النهارده هم اللي هي بيحاولوا ذات يتم نفسهم ان المعالجة هم بقى. يرتقوا، لكن النهارده بلاقي اهتمام اعلامي من قنوات كبيره وعظيمه وخلوا النهارده منهم نجوم، فانا الوم عليه ليه؟ ما انت اللي سبت له الفرصه لغايه لما بقى نجم، والنهارده بالطلب النهارده وبقى راجل نجم ستار. فانا مش عارف يعني اقول ايه، العيب عيب مين؟ وكنت انا النهارده سايب نجوم زي ديت النهارده او الناس ديت النهارده تبقى قدوه للشباب، طب انا كمسؤول انا اللي غلطان. ما عشان بتدفع فلوس كتيرة للفنان ده. تمام. ومفروض ان الدولة تشجع الفن المحترم، تشجع عشان وتدعمه، لكن النهارده بلاقي مثلا اي حد مثلا جاي من اي دولة عربية بمنتهى الصراحة والوضوح مصر بالنسبة له ارض خصبة ان هو ينتشر من خلالها ويبقى نجم كبير، لكن الشباب اللي مثلا درس موسيقى او درس بتاع عليه النهارده، شوف النهارده اللي اتخرجوا من معهد الموسيقى او معهد التمثيل مصيرهم ايه؟ وايه الدعم بقى اللي حضرتك بتقدمه للمواهب الشبابية حضرتك بقى؟ انا دور الاكاديميه ان كل الخريجين اللي عندي بيحصل على دبلومه بالاضافه لكده بردك كارنيه اكاديمي، وبالاضافه لكده بياخد معايا دوره لمده 4 شهور وبيشتغل معايا لمده سنه في اي فيلم او مسلسل او اي عمل كوميدي انا بقدمه على القنوات الفضائيه. فما ينفعش ان انا بعد ما اعلمك اسيبك في مهب الريح، زي الاب ما ينفعش انه يسيب ابنه بعد ما يكبره ويتعرف على ناس مش كويسه، مش لازم اللي هو احطه ان على دخل اول الطريق. الاكاديميه وخلص مده التدريب مثلا لمده 4 شهور، وما تقولوش حضرتك بقى حطيته مثلا لسه امشي، لا ده هو على من اول اول الطريق. الشهر، من اول شهر بيشترك معايا في الاكاديميه لغايه سنه لازم يطلع معايا من عندي بسي في محترم بمجموعه من الافلام المحترمه تليق ان انا اقدمه للساحه بطريقه محترمه، ويبقى يتواصل بعد كده مع المنتجين والمخرجين ويبقى ليه سي في محترم. في الأول بتبقى أفلام تسجيلية ولا بيبقى لا إيه؟ كله أفلام طويلة، كلها أفلام طويلة. أفلام طويلة، ما أنا عشان النهاردة أعلم ابني
مش هديله يعني مش هديله سمكة، لا بعلمه الصيد. وإيه الحلم اللي حضرتك نفسك بقى تحققه؟ يعني نفسي يا حضرتك، خليني أكون معاك صريح وواضح يا أستاذة شيماء، الإنسان اللي عنده طموح بتبقى أحلامه مش قليلة، يعني بتبقى أحلامه كبيرة. يطلبوا العلم ولو في الصين. بالظبط كده، أنا نفسي إن هم المنتجين والرأسمالية اللي موجودة في البلد إن هي تهتم بدعم الفن، أكيد هنوصل لنتيجة أحسن من كده. ما هو للأسف المنتجين ما فيش دعم منهم، احنا بنطلب ان المنتجين يبقى في دعم أنا أتمنى إن الدولة، لكل المواهب أتمنى يعني. الدولة، إحنا عندنا في مصر يعني ناس ورا الكاميرا وناس لسه في ورش تمثيل وناس لسه في معهد العالي للفنون المسرحية وفي معهد العالي في التمثيل، في مواهب كتير كويسة، مش عايز أقول أكتر من على الساحة، لكن في نماذج عندنا ياما كتير، لكن أنا نفسي أشوف نجوم موجودين زي نجوم العهد القديم زي رشدي أباظة وشكري سرحان وعماد حمدي والناس المحترمين، وأصوات برضك أفتخر بيها، لكن أنا بلوم في الأول والآخر الكلوز الإعلامي على الناس التانية. والأقسام بقى اللي بتبقى في الأكاديمية ومدة الدراسة قد إيه وإيه 4 شهور الشروط يا فندم، وإيه 4 شهور، أولا لازم يجيد القراءة والكتابة، لازم الشرط الأولاني لازم يكون مهذب. الموهبة. مهذب قبل الموهبة. أوه. الموهبة أنا دعمها له، بس يكون مؤدب الأول، ويكون يجيد القراءة والكتابة، ويكون إنسان عنده طموح إنه يوصل لشيء معايا، لأن أنا مش هقدف بيه لوحدي، ولو مش متوفر فيه الموهبة مش هقدر إن أنا أقبله. يعني مش شرط الخريجين فقط؟ مش شرط إزاي الخريجين إزاي؟ ما هو مش هيخش الأكاديمية إلا لما أنا أقبله الأول عشان خاطر توفر فيه الشروط اللي أنا لا، معهد اتكلمت السينما عنها. حضرتك. معهد السينما. يعني لو جالي مثلا حد من معهد السينما أكيد هقف جنبه. يعني متاح يعني. طبعًا. تمام. طب اي حد حضرتك ان هو يعني وصل لاول الطريق وايه المشكله؟ لازم اقف جنبه. يعني حضرتك فاتح الاكاديميه على جميع المستويات، متعلمين وغير المتعلمين. تمام. متعلمين وغير متعلمين، بس المهم بيكتبوا بيعرف ويقروا. يجيد القراءه والكتابه وانا تمام تحت امره. تمام. لان ما ينفعش كل الابواب كلها بتبقى مقفوله في وش الشباب، لازم يبقى في باب ولو حتى يعني نقوله موارب شويه. والاكاديميه بقى لها كام سنه بقى؟ تم تأسيسها من سنة 2012، ما شاء الله. فالنهاردة معانا أكتر من 10 أفلام، مع قدمت برامج كتير في التلفزيون، حقق حلمك وذا فويس الشعبي، وعملت أكتر من 100 كليب على قناة فضائية، فنشكر ربنا، نشكر ربنا، فكل ده يعني كل ده نعمة كبيرة بحمد ربنا عليها. تحب تقول إيه بقى قبل ما ننهي اللقاء مع حضرتك؟ أقول يا رب يوفق الشباب، لأن هم يعتبروا هم عماد المستقبل، وهم اللي هياخدوا بإيد مصر لقدام، ولازم يبقى عندهم طولة بال وطموح ويصبر، ما يستعجلش، وبلاش إن هو يقدم نفسه في أماكن عشوائية الصبر عشان يعني أحلامه، عشان الصبر. أحلامه ما تروحش منه. المشكلة إن الصبر. الشباب مستعجلين، ما هو يعني عايزين يطلعوا السلم من آخره، بس ده طبعا أنا غلط. عايزك ماشي إن أنت خطوة مستعجل، خطوة. استعجل، ولكن إيه ليه تركب في محطة غلط؟ ما تركب في محطة صح عشان تقدر توصل صح. على أساس النجاح إن هم مش هيمشوا مشوار وفي الآخر يطلع إن هم مشوا مشوار غلط وفي الآخر يطلعوا السلم تاني من أول وجديد. أتمنى للناس كلها التوفيق، وأتمنى النجاح للعالم كله يا رب. شرف ليا إن حضرتك معايا النهارده. شرف ليا يا فندم، ميرسي جدا على وإن شاء الله كده أتمنى كده أشوفك في الحلقات القادمة. إن شاء منورتنا. الله، وبشكر حضرتك تاني وبشكرك جدا أسرة القناة. وشرف ليا. شكرا جزيلا. وحضرتك شخصية محترمة. شكرا. فاصل وهنرجع لكم تاني.